حكاية ونهاية مأساوية. لو انت ما تعرفش حكاية الفنان اللي عاش حياة مأساوية ونهايته كمان كانت برضو مأساوية، تعال وانا اقولك الحكاية. محمد فوزي من مواليد سنة 1918 من قرية ابو جندي مركز قطور محافظة الغربية، وهو الابن رقم 21 من اصل 25 ولد وبنت، كان منهم المطربة هدى سلطان وهند علام. حب محمد فوزي الموسيقى والغنى من لما كان لسه طفل في مدرسة طنطا الابتدائية، وتعلم أصول الموسيقى ساعتها على إيد راجل المطافي محمد الخربطلي وهو من أصدقاء والده، وكان بياخده معاه يغني في الموالد والليالي والأفراح، وتأثر بأغاني محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم، وبقى يغني أغانيهم قدام الناس في حديقة المنتزه وفي احتفالات المدينة بمولد النبوي الشريف. ولما خد الشهادة الإعدادية دخل معهد فؤاد الأول للموسيقى في القاهرة، وبعد سنتين ساب الدراسة واشتغل في كباريه الأختين رتيبة وإنساف رشدي، وده قبل ما تغريبة دي عم صبني يشتغل في صالتها، وتعرف هناك على فريد الأطرش ومحمد عبد المطلب ومحمود الشريف، وبقى بينهم صداقة قوية قوي، واشترك معاهم في تلحين الاسكتشات والاستعراضات وغناها كمان. والأغاني والاسكتشات دي ساعدته بعد كده في أعماله السينمائية. قدم وهو عنده 20 سنة في امتحان الإذاعة كمطرب وملحن على خطى فريد الأطرش يعني، اللي سبقوا لنفس الخطوة دي قبليه بسنتين، وساعتها سقط كمطرب ونجح كملحن زي صاحبه محمود الشريف اللي نجح هو كمان كملحن. راح على القاهرة سنة 1938 وحياته كانت متلخبطة شوية قبل ما يشتغل في فرقة بديعة مصابني، وبعديها فرقة فاطمة رشدي، ومنها للفرقة القومية للمسرح. محمد فوزي كان مهووس بالغنى، فقرر إحياء أعمال سيد درويش عشان ينطلق بعد كده في التلحين، وجات له الفرصة لما تعاقدت معاه الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى كممثل ومغني بديل للمطرب إبراهيم حمودة في مسرحية شهرزاد لسيد درويش. ولكنه ساعتها فشل في عرضه الأول على الرغم من إرشادات المخرج زكي طليمات وتحت قيادة محمد حسن للفرقة الموسيقية، وده خلاه محبط جدا لأن الجمهور ما رحمهوش في يومه الأول. وبعد فترة كبيرة عرضت عليه الممثلة فاطمة رشدي واللي كانت مؤمنة جدا بموهبته إنه يشتغل في فرقتها كممثل وملحن ومغني، وفي سنة 1944 طلبوا يوسف في وهبي يمثل دور صغير في فيلم سيف الجلاد، وغنى في الفيلم ساعتها أغنيتين من ألحانه، وطلب منه أنه يكون من النهاردة اسمه محمد فوزي بس من غير عبد العالي الحو، ووافق عشان يكون الاسم هو وش السعد عليه، وشاف المخرج محمد كريم فيلم سيف الجلاد، وكان بيدور ساعتها على وجه جديد عشان ياخد دور البطولة في فيلم أصحاب السعادة مع سليمان نجيب والمطربة رجاء عبده، وساعتها شاف كل اللي بيدور عليه في محمد فوزي، واشترط عليه انه هيعمل عملية جراحية عشان يغير في شفته اللي فوق عشان ساعتها كان شايفها كبيرة شويتين. وبالفعل محمد فوزي بيعمل عملية تجميلية في شفته اللي فوق، وقال بعد كده ان محمد كريم كان عنده حق، ونجح فيلم اصحاب السعادة نجاح غير متوقع، وده اللي خلاه يفتح شركته السينمائية شركة افلام محمد فوزي سنة 1947، وبدأت ساعتها الإذاعة المصرية اللي رفضته كمطرب إذاعة أغانيه اللي كان بيغنيها في أفلامه بدون ما ترجع له ولا حتى تتعاقد معاه. وبعد ثورة يوليو 1952 دخل الإذاعة وبقوة بأغانيه الوطنية زي بلدي أحببتك يا بلادي، والأغاني الدينية زي يا تواب يا غفار وإلهي ما أعدلك، ودخل كمان بأغاني الأطفال زي ماما زمانها جاية وذهب الليل واللي غناها في فيلم معجزة السماء، واشترك مع مديحة يسري وعماد حمدي وشادية وفريد شوقي وهدى سلطان في رحلات قطار الرحمة سنة 1953 بين مديريات وجه إبلي وجه بحري كمان، وقدم جانب من فنه مع فنانين تانيين لمواساة المرضى في المستشفيات وفي مركز الرق. غنى فوزي كتير من الأغاني اللي كانت من ألحانه وموجودة كمان في أفلامه، ولحن لكتير من مطربين عصره زي محمد عبد الوهاب وليلى مراد وهدى سلطان أخته ونجاح سلام وغيرهم كتير من المطربين. وسنة 1956 راح اتنين من مسؤولي الجزائر على مصر وقابلوا محمد فوزي في إذاعة صوت العرب، وطلبوا منه تلحين النشيد القومي الجزائري. انت متخيل مصري هيلحن نشيد قومي جزائري؟ لكن محمد ابو الفتوح رئيس القسم المغربي في الاذاعه اعترض على فوزي واعتبره ملحن خفيف وما يصلحش لتلحين النشيد الوطني. خد محمد فوزي الموضوع على انه تشكيك في قدرته وموهبته كمان، وقام بتلحين النشيد القومي الجزائري اللي هو موجود لحد النهارده. سنة 1958 قدر محمد فوزي انه يؤسس شركة مصرفون لانتاج الاسطوانات وفرغ نفسه لإدارتها، وكانت تعتبر ضربة قوية لشركات الاسطوانات الأجنبية في مصر اللي كانت بتبيع الاسطوانة ب90 قرش، وده لأن شركة فوزي كانت بتبيعها ب50 قرش و30 قرش كمان.
وأنتجت شركته أغاني كبار المطربين في الوقت ده زي أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغيرهم كمان. فبعد ما كان هو عمودها الفقري وصاحب الشركة وهي كل حياته، بدأ شغله فيها يقل. بدأت من بعدها مشاكله الصحية ومرضه اللي أطباء العالم ما عرفوش حتى يشخصوه، وقرر السفر للعلاج بره مصر، وبالفعل بيسافر على لندن سنة 1965، ورجع لمصر وتعب تاني وسافر مرة تانية على ألمانيا. وبعدها بشهرين المستشفى الألماني أصدرت بيان بيقول إنها مش قادرة تشخص المرض الحقيقي للفنان محمد فوزي، ولا عارفين حتى يوصلوا لطريقة لعلاجه، وإنه خامس شخص على مستوى العالم تيجي له الحالة دي. ووصل وزنه ساعتها ل 36 كيلو. المرض اتعرف بعد كده باسم تليف الغشاء البريتوني الخلفي، وده الاسم اللي سماه الدكتور الألماني للمرض مرض فوزي. وبعد كده دخل محمد فوزي دوامة طويلة من الأمراض واللي قضت عليه، وتوفى في 20 أكتوبر سنة 1966. وصل رصيد محمد فوزي من الأغاني ل 400 أغنية، منها حوالي 300 في الأفلام واللي أشهرها حبيبي وعنية، شحات الغرام، تملي في قلبي، وحشونا الحبايب، اللي يهواك هواه، ومال القمر ماله، ومجموعة من أغاني الأطفال اللي اشتهرت قوي ولحد النهاردة لسه بتتغنى زي ماما زمانها جاية، وذهب الليل وطلع الفجر، والأغنية الوطنية الشهيرة بلدي أحببتك يا بلادي، وأغاني المناسبات زي هاتوا الفوانيس يا أولاد ودي خاصة برمضان، وأغنية أنت يا أمي الخاصة بعيد الأم، وليه لحن خاص اسمه يا مصطفى واللي بقى أيقونة في الموسيقى العالمية وتم استخدامه في أغاني عالمية كتير. رحم الله الفنان العبقري محمد فوزي. أعد وأقدم لكم الحلقة دي عبد الله محمد، ومنتجها أحمد غزال. لو عجبتكم الحلقة قولولنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملولنا فولو لايك على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستجرام والتيك توك كمان، وعلى قناتنا على اليوتيوب برنامج يا خبر مسرح نهاد صليحه.